بمناسبة عيد الاستقلال أشرف اليوم السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم قرسيف على وضع حجر الأساس لبناء ثانوية تأهيلية بجامعة ساكا في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بعاملة قرسيف واللي كيدخل في برنامج العمل ديال 2021. دونك هذا المشروع اللي مهم وكتنتظروا الساكنة والمبلغ ديالو ديال الصفقة 7.6 مليون ديال الدرهم ومدة الإنجاز ديالو 12 شهر. ومحتويات هذا المشروع اللي كيتكون من حجرات مدرسية وقاعات للعلوم زائد الإدارة زائد السكن الوظيفي و التران سبورتيف. هذا المشروع اللي كتنتظروا الساكنة ديال ساكا بأحر من الجمل، لأنه ثانوية اللي غادي تستوعب عدد كبير من التلاميذ من التلاميذ في ديال الجامعة. وهذا المشروع يندرج في برنامج عمل 2021 ديال هذا البرنامج المذكور. وشكرا. والسلام على أشرف المرسلين، تفضل بعون الله وتوفيقه السيد حسن ابن الماحي عامل إقليم قرسيف يومه الخميس 18 نوفمبر 2021 ميلادية الموافق للثاني عشر ربيع الآخر 1443 هجرية لوضع حجر الأساس لمشروع بناء الثانوية التأهيلية لجماعة ساكا والممول من طرف صندوق التنمية القروية لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بغلاف مالي قدره 7.6 مليون درهم، وذلك بحضور الوفد الرسمي المرافق لسيادته حفظ الله جلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين وأقر عينه بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن والأميرة الجليلة للا خديجة، وشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.